أنا المساعد عمري بشكل أبو حسين منشق عن سلك هو الأمن الداخلي. في الحقيقة في البدايات التحقت في الجيش الحر، وأثناء وجودي في مركز متقدم أصبت بقذيفة صاروخي من قبل قوات النظام. القذيفة أدت لبتر سلاسة من أطرافي، طرفين سفليات من فوق الركبي واليد اليمنى. بعد الإصابة طبعا الإنسان بحس بفراغ كبير، قاعد في البيت 24 ساعة ما في عندك لا شغلة لا عملية كذا. فكرت أنه الإعاقة هي إعاقة الدماغ، إعاقة المخ، وليس إعاقة الأطراف، لأنه الشاعر قال: ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فانطلاقا من هالقولها فكرت أني أملأ فراغي بشيء استفيد منه أنا ويستفيد منه المجتمع. رجعت لذاكرتي قليلا، لقيت أنه أفضل مجال لأشغل في وقتي هو عملي في مجال عملي السابق، هو الشرطة الحرة. تصفحت مراكز الشرطة الحرة من خلال اليوتيوب، وتبين أنه هناك في مجال عمل للشرطة الحرة في المناطق المحررة. اتصلت ببعض زملائي في البلد المجاورة، قالوا لي أنه في مجال للعمل، ولكن صعوبة كانت علي صعوبة التنقل بحكم أني فقدت ثلاثة من أطرافي، ما بقدر أتنقل من بلد لبلد. ومنذ فترة علمت بأنه تم إحداث مركز للشرطة الحرة في بلدتي. اتصلت برئيس المركز، عرضت عليه رغبتي التطوعية في المركز بحكم خبرتي وعملي السابق في مجال الشرطة، فوافق وبدأت أتردد في زيارات لهذا المركز. أعجبت بالعمل، شاهدت ما يقوم به المغفر المركز الشرطة الحرة من خلال معالجة قضايا المواطنين، من خلال تفاعل الشرطة المجتمعي مع الناس، من خلال مشاركة الناس في حلول حلول المشاكل في هذا المركز. الحقيقة عندي بعض يعني الصعوبات، ولكن عم نزللها إن شاء الله. الصعوبات إني بدي يعني نقل من البيت للمركز، من البيت للمركز أنا بدي أطلع على الكرسي الكهربائي. بعد ما أطلع على الكرسي الكهربائي في عندي عجلة أربع دواليب، بطلع على العجلة أربع دواليب وبركب العجلة وبيجي لهون. لما بوصل للمركز طبعا في بيكون بعض الزملاء موجودين في المركز، بضطر يعني آسف لأنه يشيلوني يحملوني ويدخلوني لجوه، لأنه في درج، الدرج ما بيسنط عليه لا بالكرسي ولا بالدراجي. فيعني أنا لو كان عندي أطراف صناعي كانت الصعوبات هاي كلها بتتزلل. يعني كان الوضع بتغير، الخدمة بتصير غير، التفاعل بتصير غير، كل شيء بتصير غير. كنا بنتمنى ولكن قدر الله وما شاء فعل. طبعاً من خلال عملنا في المغفر بحكم خبرتي السابقة منقوم بالتحقيق، منقوم بحملات توعية لأطفال المدارس، توعيتهم من مخلفات الحرب. في عنا قنابل عنقودية لم تنفجر، في عنا حالات كثيرة بصير عنا حالات بتر أطراف، أطفال بيكونوا رايحين على المدرسة بيلاقوا قنبلة عنقودية، بيلاقوا صاروخ، بيلاقوا قذيفة، بيحاولوا يعبسوا فيها تنفجر عليهم. نحن عم نقوم بحملات توعية على المدارس، منقوم بحملات توعية للناس على شان طرقات، منقوم بمكافحة بعض السرقات اللي عم تتم من بعض ضعفاء النفوس في القرية، منقوم بحل الخلافات بالتعاون مع أبناء القرية وجهاء القرية. كل هالأمور هاي يعني نسعى إن شاء الله لنبني مجتمع جديد.
أو لقيت لعبة أو لقيت شغلي أو لقيت شيء من مخلفات الحرب لا تقلها أبداً. ليش؟ لأنه هالشغلة هاي ممكن تنفجر فيك وتتقطع أطرافك مثل حكايتين. مظبوط؟ إذا لقيت شغلة هيك دغري بتركها وبروح بخبر واحد واحد مشان يجوا المخفر أو يجوا المركز يتعاملوا معها. أنا رئيس مركز شرطة كفر سجنة الحرة. بالنسبة لعمر المشكل أبو حسين، أنا بسميه الرجل الطيب صاحب الإرادة. يمتلك أبو حسين عزيمة وإصرار على متابعة حياته كإنسان سليم بغض النظر عن الإعاقة الجسدية اللي هي متمثلة ببتر طرفين السفليات والطرف العلوي. حالياً طبعاً كوادر شرطة إدلب الحرة بشكل كامل تعمل بشكل طوعي. رغم هذا الشيء أبو حسين تقدم لنا في طلب للمركز عندما تم إحداثه منذ فترة وجيزي في البلدي، تقدم بطلب وأبدى رغبته في مساعدة الناس. طبعاً أبو حسين تجاهل إصابته تماماً واعتبر أنه الإعاقة الحقيقية هي ليست إعاقة جسدية، إنما الإعاقة الحقيقية أنه أنت تحسن تساعد الناس بينما تقف مكتوف الأيدي. وأبو حسين يمتلك خبرة من خلال خدمته في سلك الشرطة على زمان النظام سابقا، يمتلك خبرة تمتد ل 23 عام، وهو من أصحاب السمعة الطيبة والأخلاق الحميدة.